مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم من محافظه الاسماعيليه وبالتحديد في قريه عين غصين. شهدت القريه صباح اليوم انهيار جسر، الجسر المقام على ترعه الاسماعيليه، امتداد ترعه الاسماعيليه زي ما حضراتكم شايفين معانا في الصوره. انهيار الجسر ادى الى دخول المياه الى بيوت ومنازل الفلاحين بقريه عين غصين، وبتواصل الاجهزه التنفيذيه تواصل سيطرة الموقف بسبب ارتفاع منسوب مياه ترعة أدى إلى انهيار الجسر بشكل كامل ودخول كميات كبيرة من المياه إلى أراضي والأراضي الزراعية ومنازل وبيوت أهالي القرية، حيث تلقت الشبكة الوطنية للسلامة والطرق إخبارا اليوم بانهيار الجسر. على الفور انتقل المهندس احمد عصام نائب محافظ الاسماعيليه لموقع الحادث، وبتتابع سيارات المحافظه ردم المنطقه التي انهار فيها الجسر وادت الى دخول المياه الى منازل وقرى اهالي القريه. شارة محافظ إسماعيلية بالتعامل الفوري مع الحادث من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعلى الفور توجهت فرق الحماية المدنية والإسعاف ومعدات مركز مدينة الإسماعيلية إلى موقع الحادث لتقديم الدعم الكافي للموقع الحادث، كما انضمت إليهم معدات الأحياء الثلاثة وكذلك معدات مديرية الطرق والنقل لبدء أعمال الترميم. ومن جانبها قامت مديرية الري بغلق مصدر المياه وتصريفها من الفتحات الجانبية، وتم الدفع ب 20 طن دبش ولوادر إلى مركز مدينة فايد من مركز مدينة فايد، وكذلك 5 طن دبش ولوادر دعم من مركز أبو صوير لمنع وصول المياه لبيوت الأهالي. وأكد محافظ الإسماعيلية على عدم وجود أي خسائر بشرية، مشيرا إلى أنه تم إخراج الأهالي من البيوت الأكثر تضررا، موجها مديرية التضامن بحصر الأسر وأعدادهم وتقديم الدعم الفوري ليهم. يعني منذ وقوع الحادث وما زالت سيارات محافظة الإسماعيلية بتوصل موقع الجسر المنهار. خسائر بشرية بسبب الحادث. تم نقل كميات كبيرة من الرمال والدبش لتغطية موقع انهيار الجسر، وتم غلق مصادر المياه، حيث شهدت المحافظة صباح اليوم ارتفاع منسوب مياه ترعة الإسماعيلية مما أدى إلى انهيار الجسر المقام. في هذه الصورة الحية التي أمامكم كان هناك جسرا انهار بشكل كامل، وتدفقت المياه إلى منازل وأراضي أهالي عين غصين بسبب ارتفاع منسوب المياه. على الفور أمر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بإخراج الأهالي من بيوتهم، ولكن حتى الآن لم يتم حصر أي خسائر بشرية نتجت عن الحادث، كما لم يتم حصر الخسائر الخاصة بمنازل وأراضي أهالي قرية عين غصين. لوادر وسيارات محافظة الإسماعيلية التي جاءت من أبو صوير ومن فايد والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية انتقلت على الفور إلى موقع الحادث لتغطية المياه التي تدفقت بشكل سريع جدا إلى منازل وبيوت القرية، وجاري العمل على قدم وساق. أهالي القرية جميعا خرجوا إلى الشوارع وتم خروجهم من منازلهم التي طافت إليهم المياه داخل منازلهم وأغرقت الأراضي الزراعية بشكل كامل.
في هذه الصورة توضح الأراضي التي غمرتها المياه، كانت أراضي زراعية ولكن غمرتها المياه وارتفع منسوب المياه بشكل كبير، ولكن على الفور تم غلق مصدر المياه لمنع تدفق مياه أكثر إلى الجهة المحيطة بالجسر المنهار. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، معاكم من محافظة الإسماعيلية، كنا معكم لنقل آخر تطورات انهيار جسر قرية عين قصير، وسنوصيكم بالتفاصيل. شكرا لكم وشكرا على المتابعة.